بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل، مائل البرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في كمان النهاردة شبورة مائية صبحة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. نشاط رياح قد يكون مثير، رمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد. بالنسبة للأمطار ففي النهاردة فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أو متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على شمال الوجه البحري. كمان في أمطار خفيفة إلى متوسطة بتكون رعدية على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة بتكون رعدية على جنوب الصعيد. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك لدينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن أخبار الطقس النهاردة والمناطق كمان اللي هيكون فيها أمطار، وكمان بالنسبة للانخفاض اللي ملحوظ يمكن في درجات الحرارة. هو إحنا طبعا يمكن من أمس وإحنا بنشهد سقوط أمطار على أغلب محافظات الجمهورية، وهي كانت أمطار متفاوتة الشدة واختلفت من محافظة لمحافظة، وطبعا وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وايضا الامطار كانت رعديه في بعض الاماكن، ويمكن اغلب المحافظات واكثر المحافظات تاثرا بسقوط الامطار امس كانت محافظه المنوفيه والغربيه، القاهره الكبرى كان عليها سقوط امطار في الامس. اليوم متوقع استمرار تاثرنا بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه، فبالتالي هيكون في استمرار لفرص سقوط الامطار. كميات الامطار هتختلف من محافظه للثانيه، وهتكون امطار متوسطه ورعديه على بعض الاماكن من محافظات شمال وسط الصعيد وبعض المناطق من الصحراء الغربيه، تمتد كمان الامطار خفيفه الى متوسطه ورعديه احيانا على مناطق من القاهره الكبرى، جنوب الوجه البحري، مدن القناه، سواحلنا الشماليه الشرقيه، وسط سيناء، تمتد ايضا الامطار خفيفه المناطق من شمال الوجه البحري، بعض المناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الاحمر، يعني اغلب محافظات الجمهوريه هيكون عليها سقوط امطار متفاوته الشده، ممكن تكون رعديه احيانا. طبعا الشبوره المائيه كثافتها قلت عن الايام الماضيه، لكن ما زالت موجوده وبتاثر على الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر. شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن الحمد لله ما بتاثرش على حركه المرور وبتتلاشى فور سطوع اشعه الشمس. كمان بالنسبه لدرجات الحراره، بدات درجات الحراره تنخفض خلال فتره النهار وايضا خلال فترات الليل. اليوم متوقع عظمى على القاهره الكبرى 28 درجه مئويه، تعتبر دي المعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام. اجواء نقدر نقول بيها نوصفها فتره النهار ان هي اجواء مائله للحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدله تماما على السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط، ما بين حر لشديده الحراره على جنوب الصعيد، ده هيكون فتره النهار وتحديدا، لكن بالليل الجو درجاته هتقل. طب بالنسبه ان في رياح واتربه، هل ده يعني قويه هتاثر على مرضى الجيوب الانفيه ولا رياح هتكون بسيطه؟ هي مش هتكون محسوسه بالشكل الكبير غير في المناطق اللي هيكون فيها سقوط الامطار الرعديه، خاصه في محافظات شمال وسط الصعيد ومناطق من الصحراء الغربيه. دايما السحب الرعديه بيكون معاها رياح هابطه بتؤدي لزياده سرعات الرياح على سطح الارض، بالتالي ما يكون معاها اثار للرمال والاتربه، فان شاء الله مش هتاثر تماما على مرضى الفتيل الصدريه او الجيوب الانفيه، لان فور سقوط الامطار الاتربه بتتلاشى اغلب بالظبط كده. احنا طبعا كمان متوقعين يعني على مدار هذا الاسبوع كله هيكون في بعض التقلبات الجويه، هنشوف فرص سقوط الامطار موجوده في محافظات مختلفه من الجمهوريه، مع مزيد من الانخفاض سطحيا درجات الحراره فتره النهار وفترات الليل،
مع منتصف هذا الاسبوع، فمهم جدا المتابعه اليوميه للنشرات طبعا الجويه. وعشان كده احنا بنتابع مع حضرتك بشكل يومي في صباح الخير يا مصر حاله الطقس. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره والعظمى 28 الصغرى 20، العاصمه الاداريه 29 19، الاسكندريه 28 19، العلمين الجديده 27 18، مطروح 26 17، دمياط 27 21، بورسعيد 27 22، الاسماعيليه 28 17، السويس 28 18، العريش 27 17، كاترين 25 13، طابا 28 20، حلايب 29 23، شلاتين 31 23، شرم الشيخ 32 23، الغردقه 32 22، الفيوم 27 18، بني سويف 27 18، الوادي الجديد 34 18، اسيوط 28 17، سوهاج 33 19، قنا 34 22، والاقصر 35 22، واخيرا اسوان 35 23. بنأكد مرة تانية ان في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مساء، يا ريت نتوخى الحذر كده من التقلبات الجوية خلال الايام اللي جاية، ونرتدي او يبقى نخلي بالنا من ملابس ثقيلة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر. هرجع مرة تانية لشاذلي وجومانا علشان نكمل معاك فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك.